خلينا الختام من الوطن والحديث عن أهم مهرجان في الشرق الأوسط، العالم عالمين. الوطن يعني أفردت له عدد من الصفحات من صفحة 6 لصفحة 8 كلها تفاصيل عن المهرجان وفعالياته. العالم عالمين يغني عربي أنا، القيصر والقيثارة، حفلات كاملة العدد، وده كان في ختام الأسبوع اللي فات الخميس والجمعة. ماجدة الرومي تحلق في سماء العالمين وهي تحمل علم مصر، ودي كانت لقطة لقطة جميلة. رائعة الجمال منها، وتغني أحلف بسماها وبترابها وحي على الفلاح، وتفاعل حار من الجمهور والعديد من كتاب الوطن. يعني فريدة الشباشي: غدا العالمين علمنا، دكتور أمال عثمان، ماجدة الرومي وقزم الساهر، حكاية حلم أشرق من جديد، أشرف غريب، مهرجان العالمين معاني ورسائل، وخالد منتصر، مهرجان العالمين وصناعة البهجة. سر صناعة البهجة في مهرجان العالمين يعني. سر اللي حاصل دلوقتي والجمال اللي احنا شايفينه على أرض الواقع، ان احنا بنتكلم على حاجة او مهرجان استثنائي بيلبي رغبات كل فرد وكل فئة عمرية من فئات المجتمع المصري. احنا عندنا مهرجانات كتيرة جدا، عندنا حاجات طول الوقت احنا المصدر بتاعها، انما مهرجان العالمين ده ما نقدرش نقول ان هو مهرجان ترفيهي بس، احنا بنتكلم على مهرجان ثقافي فني موسيقي ترفيهي، مهرجان خاص كمان بجزء كبير جدا المهرجان في نسخته دي بالطفل. وبنتكلم على شراكة جميلة جدا من الشركة المتحدة ووزارة الثقافة، خلقت لنا عروض ما كناش بنشوفها قبل كده، خلقت لنا جو من البهجة ما كانش موجود قبل كده. لو بنتكلم على قوة مصر الناعمة وثقافة الوعي اللي لازم طول الوقت نبني عليها، انت عندك دلوقتي في المهرجان ازاي بتعرفي الناس في الشوارع كده بالتنورة، ازاي في عروض للأراجوز، ازاي في عروض للسيرك، فكرة إحياء الليلة الكبيرة تاني والفولكلور والتراث المصري بشكل عام. ده كان جانب مهم جدا بين الشراكة بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة اللي أثمر بصراحة عن عدد كبير جدا من الفعاليات. لو بنتكلم على فعاليات يومية، إحنا عندنا من يوم الحد ليوم الأربعاء طول الأيام دي في فعاليات ترفيهية وفعاليات ثقافية، فعاليات خاصة بالعيلة، فعاليات خاصة بالطفل. ذوي الهمم، ذوي الهمم ليهم نصيب كبير جدا من الفعاليات الرياضية والفعاليات الخاصة بالطفل خلال النسخة من المهرجان ده. مع بقى جانب ان عندنا في الويك اند كل خميس وجمعة اكبر الحفلات اللي ممكن الشعب المصري يكون بيدور عليها ويلاقيها، ان الناس تقعد تجتمع من كل الاعمار، وطفل عندها 9 سنين تقعد كده تسمع كاظم الساهر وتقعد تقول القصايد بتاعته، ده مش جاي من فراغ. اعتقد ان كل التخطيط وكل الخطط اللي موجوده عشان نجيب نجوم كبار فعلا يبقوا على قوه ومركز كده كبير زي مصر، دي كانت نقطه مهمه جدا للمهرجان. عنوان برضو من ضمن التفاصيل متعلقه بالعالم عالمين، لينا مظلوم كتبت رساله العالمين للعالم: مصر المحروسه تدعوكم. ايه الرساله اللي بيقدمها او بيوجهها مهرجان العالم عالمين للعالم كله من خلال هذه الفعاليات؟ الرسالة بتقول إن إحنا من أرض كانت كلها ألغام، من أرض شهدت حروب وحرب كبيرة وقوية جدا، لمكان كل أنظار العالم دلوقتي بتتجه له. إحنا بنتكلم إن المهرجان مش بس خاص بمصر، المهرجان بيجيله عدد كبير جدا من زوار الدول العربية، نشاط سياحي مكثف. إحنا قدرنا إن إحنا نخلق اسم كبير من العالمين في خلال الدورة كمان التانية اللي بتقوم على مصداقية وعلى نجاح الدورة الأولى من المهرجان. قدرنا ان احنا نخلق جو من البهجة، الناس فعلا تعرف تستمتع. الصيف مختلف يعني، انت بتتكلمي احنا خلاص الناس بقت مستنية الساحل مختلف يعني. والصيف مختلف، انت بتتكلمي الناس مستنية الصيف يجي عشان نشوف العالمين هتخرج لنا بإيه ونشوف المهرجان ايه اللي هيحصل فيه. النجوم اللي موجودين كمان خلال الأسابيع او الويك اند الجايين نجوم هيبقوا كبار جدا. احنا عندنا عمرو دياب وعندنا تامر حسني، ولو بنتكلم على الفرق عندنا مسار اجباري، عندنا كايروكي، عندنا كل الاذواق اللي ممكن يكون الشعب بيدور عليها والمواطن المصري بيدور عليها موجوده. وعايز اكد على نقطه مهمه جدا بتثار طول الوقت، مهرجان العالمين يا جماعه مش للاغنياء فقط. انا كنت لسه مهرجان هقول نفس النقطه يا بنت. مهرجان العالمين لكل فئات المجتمع ولكل الفئات الماديه والمتوسطه والفقير، يعني الشاطئ بتاع العالمين اللي فتحته الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، الشاطئ المجاني. لو جينا بصينا على اليومين اللي فاتوا كانوا ايه، رواد من الصعيد ورواد من اهل الدلتا وناس بسيطه جميله نازله الشط، وده يدل على شيء، فان احنا بندل على ان احنا ما بنعملش مهرجان فئوي،
مهرجان خاص بفئة معينة في المجتمع، احنا بنتكلم على مهرجان لكل المصريين وكل الوطن العربي يقدر يجي يستمتع من أول الأسبوع لآخره وهو مبسوط وهو راضي وهو شايف حاجة جميلة جدا بتدل فعلا على قيمة مصر. صح، أنا أتفق معاكي، لأنه الصورة الذهنية اللي كانت مأخوذة عن الساحل الشمالي أنه الأغنياء بس هم اللي بيروحوا يصيفوا هناك، احنا دلوقتي بنشوف مختلف الفئات، ومش بس الشاطئ المجاني، أنت عندك الملاعب، يعني بنتكلم كمان على الأنشطة الرياضية، رياضية. أنت عندك الملاعب مفتوحة للجمهور، مش محتاج بقى تروح تأجر الملعب ولا تدفع حجز، أنت مجانا تدخل تلعب وتستمتع وتتبسط. الحفلات الغنائية فئات مختلفة على أسعار موقع التذاكر تذكرتي، مختلفة جدا، ممكن أي حد يقدر يعني يحصل عليها بسهولة. بالظبط، على موقع تذكرتي تقدر تدخل تشوف فئات التذاكر وتحجز تذكرتك بشكل منظم جدا، تدخل على موقع المهرجان تشوف إيه الفعاليات اللي أنت حابب تحضرها، تعرف كل تفاصيل عنها. فدي كانت نقطة مهمة، شكرا ان انتي اثرتيها.